النهارده الساعه 3 قبل الموعد المحدد قدام باب محكمه دمنهور 14/8 لتقديم التظلم الخاص امام اللجنه، امام رئيس سيد رئيس اللجنه. منعنا قرابه ساعه احنا هنبقى فكسات دلوقتي للجنه عشان الميعاد والساعه عشان الطعور. استاذنك بس عشان اكمل الذي حدث ان المستشار قال الاول بنستاذن الامن، قال بنستاذن المستشار، وطبعا تركونا فتره من الزمن طويله امام باب المحكمه. عندما دخلنا الى وتصعدنا الى الدور الرابع مكتب السيد رئيس المحكمه، طلب مننا بيانات كل واحد في ورقه مستقله. اذا اما تطلب مني البيانات الخاصه بيا وبتاخد اسمي، اذا الباب مفتوح وانا مصرح ليا ان انا اقابلك واقدم الورق. بعد ما دخلت البيانات ديت فوجئنا بان السيد المستشار رئيس اللجنه طالع بره امامنا بيواجهنا بيقول لنا ان هو بيرفض ان هو الطلبات، وان الطلبات دي كان اخرها الساعه 4. طب ما احنا هنا موجودين من قبل 4، طب احنا موجودين من ليه ما خدش من التظلمات؟ على فكره احنا بنعمل بس مباشر علشان ما بنعرفوش نثبته حقنا. فالبث المباشر بيثبت ان احنا كنا متواجدين بالتوقيت والزمان. لا لان احنا ما قدرناش نثبت ان احنا متواجدين، تنوا ضيعوا فينا الوقت لغايه ما انتهت الساعه 4 والمستشار